خدعت كل عائلة لوترا ودخلت على البيت. فتت بكل بساطة وما حدا انتبه على شيء وهي واقف قدامك بنص غرفتك. كل هاد كرمالي. بعرف هالشي بريدلي، بعرف إنه كرمالي. استنى بس لجيب شغلة. ايه بسرعة بسرعة. بعرفك بتعمل أي شيء وبتفوت على أي مكان أنا موجودة. مستعد تعمل أي شيء مشان. لهيك أنا كتير بحبك. وأنا بحبك شيرين. في مجال تستعجلي شوي؟ لأنه بشوفك بكرة بالمكتب. بعرف ما في مجال إنك تروح اليوم. بتصل فيك بكرة. مين هاي؟ شو هاد الصحن اللي بإيدك؟ وليش واقفين هيك؟ شوفي. المدام حبت تهديني هذا الصحن. كيف صارت القصة؟ فوتتني على الغرفة لأنه كنت تعبانة. قعدتني لحتى ارتحت وصحيت. أستاذ، أنا أجيت لعندكم مع فرقة الرقص. شفت هالصحن وقلت لها للمدام قديش حلو قميص، وهي أصرت إنه تهديني. لهيك قبلت أخده واعتبرته مثل ذكرى من عندكم. يسلمي. أهلا وسهلا. ريشاب عجب الصحن وقلت رح أهديها إياه. قالت لي أول مرة بتشوف واحد هيك، وأنا قلت معلش تاخده ما في مشكلة، وإنت بس تسافر بتجيب لنا واحد تاني. أعطيني محرمة من الخزانة. إيه يلا رح أجيب لك. كأنه ريشاب شاكك بشي. حسه قلبه إنه هاي مو مرة. معقول يكون كشف بريدلي بس ما يكون شافوش. تفضل حبيبي، هاي محرمة. خلينا ننزل على الاحتفال. يا مدام. ايه ليلي. تعالي معنا، نازلين على الساحة. ما سمعتيها شو قالت؟ تعالي معنا نازلين على الساحة. رفقاتك أكيد بيكونوا قلقانين عليك وما رح تعرفي توصلي على الساحة لحالك. ماشي أستاذ، أنا رح أنزل، ليكني رح أمشي وراكم. هدول الاثنين ما رح يتركوني بحالي ليوقعوني بورطة وما أعرف أطلع منها. شيرلين لأنها متهورة وما بتفكر صح، وريشاب بيضل بيسأل وبيدقق على كل شيء. أصلاً هو الحق عليه، لو بيفهم بينتبه على مرته شوي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.